من أهم المناسبات اللي بتترك ذكريات حلوة هي أعياد الميلاد، وكيف لو كانت لأولادنا. بحلقة اليوم الشيف رح يعطينا أفكار غنية وعديدة لنزين فيها سفرتنا. هابي بيرثداي شيف. مع شو هابي بيرثداي؟ انه ما حلو مناسبه. هلا انا اخر مره عملت عيد ميلاد من 10 سنين، بس اليوم مثل ما وعدنا قبل مره قلنا حنعمل شيء جديد لعيد الميلاد خصنا لاطفالنا. اوكي، بتعرفي اهم شيء بطفوله الولد عيد ميلاد ببسط فيه الدنيا، بالعربي بشوف حاله على اصحابه لما يعمل عيد ميلاد عنده بالبيت والى اخره. ف خلينا نعطي شويه افكار. أوكي. من الاشياء اللي بحبوها الاولاد، مثل حنعمل بان كيكس، حنعمل برجر بالمافن بدل ما نعملها بخبزة البرجر والبطاطا، هنعمل هوت دوغ بس هنعمل كاتشب نحن. نحن ماشيين. اوكي اوكي، حنبلش اول شيء نعمل عجينة البان كيك لترتاح. شكلك كنت تعمل اعياد ميلاد لك كلها لا. اشياء طيبة يا شيف. انا ما كنت اعمل عيد ميلاد لي صراحة. يعني هلا اليوم عم تفش خلقك. لا بس لانه ممكن بتعرفي بشتغل باوتيلات مطاعم، فبيجوا على طول، في عندك على طول ستات بيوت بيجوا عندهم اولادهم بيعملوا عيد ميلادهم. فمنصير اكيد نعمل نخترع اشياء جديده لندهش الاولاد، لانه بطل في اشياء تكفي غير بتعرف اليوم مع اللعب وهول الكوستيم اللي بيلبسون والاكل. صار تقريبا الولد اصلا ما بياكل بعيد ميلاد على فكره. انا صراحه بروح على عيد الميلاد مع ابني كرمال اكل شيء طيب 100% اكثر حسب ما انا بعرف. كل اللي بياكلوا هن الاهل. ايه مظبوط، لانه الاولاد بده بهمهم هذا الكوستيم اللي عم يلعبون، الكلاون اللي عم بيلعب، الموسيقى، الديكوريشن. بان كيك عادي بنحط طحين بيض. اوكي، بس يعني شايف اذا انا بدي اعمل يعني كميه كبيره، ايه؟ مثلا 20 30 ولد ممكن، ايه؟ اكثر، يعني كيف بدي اقدر لحق؟ هلا اكيد هيدا ايفنت، يعني كلنا مثل العيد الميلاد تبع شويه سكر بنكون عارفين ان احنا امتى عيد ميلاد منه. فهي بتعتمد على التحضير، ما بتعتمد انه 30 شخص ولا 40 شخص ولا 10 اشخاص. اذا انا بعرف انه عندي عيد ميلاد ابني بعد جمعه بلش حد قبل الجمعه، ما فيني اعمله باليوم. في اشياء كثير بتتحضر قبل الجمعه. شو هن الستبس مثلا؟ تحضير او شيء المشتريات. شو اول شيء شو بدي اعمل منيو؟ هيدي بدي اكون حاطه براسي شو بدي اعمل، وعلى اساسها بصير انا احضر. شو بدي احضر، شو بدي اعمل، شو بدي اسوي. هيك بصير انا بعرف حالي انه شو بدي شو بشتري، بس اشتري بلش احضر شوي شوي الاشياء بتفوت بالفريزر. بحضرهم بحطهم بالفريزر جاهزين قبل بيوم، المفروض انه هيك الشيء. حطينا شويه خميره هلا. اوكي.